اعلنت هيئه تنظيم الاتصالات توفير جزء من الطيف الترددي في نطاق لشبكات السي باند الجيل الخامس الخاصه لتشجيع استخدام القطاعين الخاص والعام في المملكه لاحدث التكنولوجيات وذلك في اطار التزام الهيئه بتحقيق اهداف خطه عملها الطموحه. نعم وتعتبر مملكه البحرين أول دولة خليجية في توفير هذا النطاق ما سيسهم في ترسيخ اسم المملكة كرائد في سوق الاتصال الرقمي بعدما حققت تغطية تجارية لشبكة الجيل الخامس بنسبة 100% وبتوفير هذا الطيف الترددي ستضمن الهيئة أقصى المرونة لحماية الأنظمة الحالية وتحسين استخدام الطيف على المدى القصير والطويل. وتعتبر مملكه البحرين واحده من افضل بلدان العالم من حيث تغطيه الاتصالات كما ان تقنيه الجيل الخامس بالاضافه الى تقديمها لافضل الخدمات للهو... للهواتف المتنقله تدعم ايضا التطبيقات الصناعيه